بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه، أما بعد. كبراتنا كبران تملك شجاجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه زبدة أسيرة المستنيرة يتسنيو أجر النامت نيالش مسحاف يونو تكرتاي درس بروغرامات جنو إنه زاريك في العصر أولد تلاي درسنا بكتبت هذا البرنامج كمكباتي بفيتن قديه ندم التوقوت كزي سمون فلسطين لاي قدس لاي غزة لاي كفتن جاي هنا طورنات يتكهيدنو يمي قينيو بإيماننا بكفر مكاكل يمي درق تلك هنا طورنات يتكهيدنو الله سبحانه وتعالى واندمو تشاتشنن اندير دالن ولا تشنن بيالن بيت دعاء عندنا درق فلسطينويان انگدي عالم ياوقو صحي يموقو گداي نو هاجراچون تکمتو بهاجراچو بايتوار هونو بنزي قمانيا بهونو يهوديانوچ لرجم امتات سيسقايو قويتوال انگدي اهون يقدس گورف بلو بسيموت بزي زمچاچو كفتنيا يهونا كيسارا بقمانيو اسرائيل لا يادرسو يگنيالو الله سبحانه وتعالى اندياگزاچو ሁላችንም ዱዓ ማድረግ አለብን አትሊስት እኛ ጋር ያለው ትልቁ መሰራችን ዱዓ ነውና ዱዓ ማድረግ አለብን ሸሂዶችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸሂድነታቸውን እንዲቀበላቸውም ጭምር በዱዓም በርታ ያልኩ በቀጥታ ወደ ዛሬው ፕሮግራም ነው የምገባው ለአደሚና አካዳሚ አዲስ የሆናችሁ ወንድምህቶች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉን በትህትና እጠይቃለሁ በባለፈው ክፍል 11 ላይ የኡሁድ ዘመቻ ነበር ያየነው ከዛ በፊት የበድር ዘመቻ ላይ ተነበረ በድር ላይ እንግዲህ አንድነታችን በጣም የተጠናከረ ስለነበረ ማሸነፍ ችለን ነበር የኡሁድ ዘመቻ ወቅት ግን እንደ በድር አንድነታችን ያን ያህል የተጠናከረ ስላልነበረ በመካከላችን የተለያዩ ሙናፊቆችም ስላሉ እነሱም ያደረሱት ራስን የቻለ ዋጋ አስከፍሎና ሙእሚኖቹ ምርስ በራሳችን ያኔ ጥሩ የሚባል ግንኙነት አልነበረንም ብዙ የገባናቸውንም ቃሎች ያፈረስንበት አጋጣሚ ስለነበረ በአጠቃላይ በሶስቱም ዙር በመጀመሪያው ዙር ማሸነፍ ብንችልም በሁለተኛው ዙር ግን የተሸነፍንበት አጋጣሚ ነበረ ኦፍ ኮርስ እንደገና አንሰራርተን በሶስተኛው ጀውላ ላይ እንዳሸነፍን ተቀምጧል እንግዲህ በጣም ብዙ አስተምሮች አሉ እዚህ ውስጥ እኛ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለን እምነት ብቻውን ለነስር በቂ እንደማይሆንና ምድራዊ የሆኑ ሰበቦችን ማድረስ እንዳለብን ከዚያም ጋር አንድነቱ መጠንከር እንዳለበት በደንብ ነው አላህ ወጀለ ወዓዝ ያስተማረ አላህ ይችል ነበር ያኔ በድር ላይ በ5000 መላእክቶች አግዞን እንዳሸነፈን ሁሉ በኡሁድም ላይ እንደዛ አይነት ተአምሮች ለአላህ ቀላል ነገር ናቸው በኩኑ ሁን በሚለው ቃሉ ማድረግ ይችል ነበር ላኪን እኛ መውሰድ ያለብን ትምህርት ስለነበረ በዚያ መንገድ ብዙ ኪሳራ አጋጥሞናል 70 ሰሃቦችን አጥተናል እንደነ ሐምዛ አይነት ትልልቅ ሰሃቦችን ረዲየላሁ ዐንሁም አጅማዒን እንግዲህ በዛሬው የምናየው በዛሬው ደርሳችን ኢንሻአላሁ ተዓላ من احداث واعمال السنه الرابعه للهجره አራተኛው አመተ ሂጅራ ላይ በአራተኛው አመተ ሂጅራ ላይ ያሉ ክስተቶችን ነው የምናየው 87ኛው ነጥብ اغتيال خالد بن سفيان الهذلي خالد ابن سفيان يهذل النواري የሆነው እሱን የመግደል ሂደት ተከስቷል ለምን እንደሆነ እናያለን علم النبي صلى الله عليه وسلم بقيام رجل من منطقة نخلة يجهز الجموع لغزو المدينة المنورة فأرسل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأعطاه وصفا دقيقا له بأنه إذا رآه وجد كشعريرة في نفسه رسول صلى الله عليه وسلم نخلة بمتبال كبابي عند سمو خالد بن سفيان يتسمي قلسب ወደ መዲና ዘመቻ ለመውጣት የተለያዩ ወገኖችን ያሰባሰበ እንደሆነ ዜናው ደረሳቸው ይህም ዜና እንደደረሳቸው ታላቁን ጀግና ባልደረባቸው አብዱላህ ኢብኑ ኡነይስ የተሰኘው ባልደረባቸው በጣም ደቂቅ የሆነ ወስፍ ነግረውት ሰውየው ማን እንደሆነ በመልክት ነግረውት እንዲ ነው መልክቶቹ እንደዚህ ናቸው አንተ እሱ ጋር በመደርስበት ጊዜ የመርበርበድ መልክት ያሳያል ባህሪዎቹ እንዲ ናቸው መልኩ ይሄ ነው ቁመቱ ይሄ ነው ብለው በአጠቃላይ ከነገሩት በኋላ ከያቱን ቀድሞ ስለማያውቀው ይሄንን መረጃ ይዞ አብዱላህ ኢብኑ ኡነይስ ወደ ነኽላ አካባቢ አመራ ማለት ነው
مضى عبد الله ولما وصل إلى خالد الهذلي ووجد ما أعلمه به النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه زين أخلاق كبابي بدر رسكيزي رسول صلى الله عليه وسلم بنقرت ملكة مسرد معنى أغني خالد الهذلي أغنيه وتأكد من جمعه الجموع لغزو المدينة أدمو مربجة مستدبتهم ونتم لرسول صلى الله عليه وسلم يدرسها مرجع تككل نوي يميلو النقر تشيك مادرق نبربت سيات أنا لكنو السو مدينة لمزمت كفتن يهونو بالدربوتشون انقدي سبسوال مالتهم يعني هن باوك أجزي خدعه ثم قتله عطال لونا كزيام قد لو مالتنو وكان عبد الله قد خشي فوات صلاة العصر عند المواجهة فصلى ماشيا وهو يومئ برأسه صلاة الطالب سجود يدك أسر بجنقلات دزي يدك أسر صلاة الطالب يتسين صلاة سجد صلاة الطالب والمطلوب ببالا لبفكه من مالتنو عند سوت ألاتن يا بارر بالب الساعات لاي صلاة بيدر سبت صلاة يمي سجد بات ساعات كاتا مكانتم صلاة سكمي سجدرت ألاتو يعمل تنين على بلوك السبع يهدى رج على يلا بس قد يجلان هي صلاة الطالب صلاة المطلوب هكذا ثلاث يعبر روك هون الناس صلاة كذا رسبت قوم بس قد يما يجلب بتج أباج كلا يهدى بس قد يجلان مالتنا لهن لما ملاكتنا صلاة الطالب بلو شيخه بك النفوس يسكر مدد إهن مشيلون توت عبد الله رجع عبد الله ابن أنيس إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ففرح لرؤيته مشنون الساكتو ود مدينة تملس عبد الله كزيام رسول صلى الله عليه وسلم بد أمد السالاتشو وأكرمه بعصا بقيت معه حتى مات رسول صلى الله عليه وسلم بل دربو تشاتشون دهنة جبد سيسرو بتل ينتن تشريف يعد ربو تشون أبرا تلا يستخوه تشوني سلطة تشون أبرا يعني عند زنق نبرا تشاتشو إتشن زنق بستوتانت عبركة اللد السم اسكيموت درس كسو غاندات اللي يوادر غورب برا مالتنا هلهم في حركاته وسكناته يتشبتر تليتاو اعوكم اندو مودو فينات معه لتكون علامة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اندو بموت بيت جزيم عبراتشو كنيقا لحدوست كبرو اللي بلو تنازو سلنا برا بموت جزي عبران نتكبر تدرقا لج ايهتشي زنق لمن اخيرا ليس النسا ايهتش الملك تيجي نبينا عليه الصلاة والسلام كسات شوغون من كبت سلم فلق يعني ببني لي ست أهين زنقكو أهون مجات الله بي كسات شوغون مهون سلم فلق أهلا معناته لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الفاهمين لأداء المهمات الصعبة بدأم ذكاء الله تشون يتور استراتيجي ميشلو بالدرجات تشون لندز زهينة تللك يهونو ميشين يمياس فلقات تشون سراوتشين ميشين يسدو يلكون ببرة ويدعو لهم ويكرمهم عند عودتهم دعاء لكل تشون ميشين تشون الساكتو سيمل سودجمو ستوتا يسدو تشون ببرة سمرس من تنياو ندب حادثة أصحاب الرجع أصحاب الرجع يتسنج كستة علج السوان كستة نو يمنعو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية مكونة من 10 رجال لتقصي الأخبار حول المدينة بمدينة زوريا لا يعلو يستخبارات يدهن النت قدائجن انديات أنو عصر والدرب وچاتشون بمدينة زوريا لا اندين كساكسو عدل قولب رسول صلى الله عليه وسلم فعلم بهم بنو لحيان وتبعوهم ثم حاصروهم وقتلوا 8 منهم بنو لحيان بمدينة زوريا لا يعلو كوساوش ناتشو النسو يا رسول صلى الله عليه وسلم يدهن النت لدهن النت يتلاكو والدربو تشاتشو اندمتو عوكونا حسارة دربو تشو زوريا ونكببو تشو وقتلوا 8 منهم كسروتشو سمنتوتشو قدلوا تشو سمنتوتشو شهيدون وفيهم قائدهم عاصم ابن ثابت مري أدرقوا يلاكوت بزي سريالي عاصم ابن ثابت النبرة رضي الله عنه وأرضاه السلم جمر قدلوت حمى الله تعالى جسده بدبابير وسيل وأخذ جثته فلم يصل إليه لكن الله سبحانه وتعالى من كرامة عاصم ابن ثابت الله لعاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كسته كرامة عنده عاصم የኡሁድ ዘመቻ ወቅት በጣም ብዙዎቹን ጨፍጭፏል ያንዲት እናት ሁለት ልጆቿን ገሎባታል
النام عاصي من يزول مت اللي نسوي هنا نجار على رجال له بلام تسلام نبرنا النزي بنو لحيان هن يوكو نبرة سلزي عاصي من أصلفوا كجدر تبوا على عنقت القرطو ودزي ودمكة لزجتي دم لتتأمّاتي خلّت الجوتش على تكأمّاتو النات ما درسي في اللي نبرنا عاصي مكدمو جسدون يا كهادي إج إن دينكوا دعاء درجو نبرة جيتاي هوي جسدين منم عينت كهادي إن دينكاي بمنم عينت منجد مقرد على اللب عنقتهم مقرد على اللب إن دينكوا يمين ما جم لا دعاء درجو نبرة من حجر العسكلاني يا بخاري شارح رحمة الله عليه السوء لما نو جسدون ألات إن دينكوا نو ساينكوا تكرروا إلى اللو من الباتم دعون الله سبحانه وتعالى ياتشلو قال بك على الرجات الدعاء تقبلوا تعال الى لنا زي قال اشاره ما درج يفلقوا تعالى مؤلف مندنو انزي سوج كجددوت بهالا متو انغتو قرطو ليوسدو معناتنو لك سي متو بقطتا بتنتيزا نبر الله سبحانه وتعالى يتكلكللت معناتنو ان انزي تنتيزاوش متو كبواچو بتنتيزا مندده بتام كبار نجر نو بنل مندده بتام كبار نجر نو እና ምን አሉ በቃ ተውት ፀሐይ እስከሚገባ ድረስ ተውትና ከዚያ በኋላኛ መተን እነዚህ ጥንጥዛዎችም ሲለቁልን መተን አንገቱን ቆርጠን እንወስዳለን ተባብለው ተመለሱ ከዚያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጎርፍ እንዲያ ጎርፍ አደረገና ውሃ ዶፍ ሆነ ውሃ መጣና ውሃው ያንከባለለ ወሰደው ማለት ነው እና እነዚህ ሰዎች መተው ሲመለከቱ ኦሬዲ ባልተለመደ መልኩ ጎርፍ አጉርፎ ጀናዛውንም ወስዶታል አጥቶት ማለት ነው በዚህ መንገድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከራመተ ለሁ እሱን ለማራቅ ብሎ አላህ ጀለ ወዓዝ እንዲህ አይነትን ከራማ ሰጥቶታል ማለት ነው ለዚያ ነው حم الله تعالى جسده بدبابير እንዲዛ ማለት ነው وسيل سيل ማለት ደግሞ ጎርፍ ነው اخذ جثته فلم يصل اليه على الرسوبته ማለት ነው وفيهم كالنزي مكاكل خبيب ابن عدي وابن الدثنة رضي الله عنهما وقد ذهبوا بهما إلى مكة هلتوتشو بنبرو النسون يويزو ودى مكة يزواتشو هيدو وباعهما لمن طلب الانتقام منهما كهلتوم مبكن مفلقو مكة ويان نبرونا يروحوش مفتاتشو لما كاكاس مفلقو نبرونا للنسو شاتواتشو بغنزم وقد سن خبيب سنة الشهادة بصلاة ركعتين قبل قتله خبيب رضي الله عنه وارضاه كما قد لبفي يمت السجد هلت ركع صلاة السنة مجمّر يا سنة يا درقو لتقلوا يكونا ركعتين اندي سجد فكادوا اللي بلوت ايقا اتشو ركعتين مام تتشلال له وانو كما قد لبفي هنا قريل لما نوت مرحبا لركعتين سجد دعا درقا الله سبحانه وتعالى تمسنا جنة اندي اسقبا وانجلون اندي مرو ከዚያ በኋላ እነዚህ ሰዎች እንደፈለጉ አድርገው ቢገሉት ፈላኡ ባሊ ብሎ እንደውም በጣም መሽሩ የሆነ ግጥም ገጠመ وكان متحديا لهم لا يبالي على اي جنب صرعوه لاجل الله تعالى والدين فالله سبحانه وتعالى من قال لي لدينو بلو اسكتوادق ادرس بيتኛውም ጎኑ ቢጥሉት በምንም አይነት አገዳደል ቢገሉት ምንም ግድ የለሽ እንደሆነ ቀድሞ ነገራቸውና شهيد هنا رضي الله عنه وارضاه مرحبا كافتاكو يتابو هالا سن ملس كتايو نتف يمناينو يميهونو ساتركو تابكونو تمدسنا لكبراتنا كبران تملكاتو تشاچن سامانيا زتنانيانة تبلاي درسنا الحادثة بيلي معونا يا معونا يتسنيت بيئر معونا يتسنيك استتدمو ليلة الله كأصحاب الرجع قتلو بيئر معونا يتسنيك استت الله يبت أم بتاريخات كنوست كفتنيا يا رسول صلى الله عليه وسلم لب يادم مع كستتنو دزانيو يهدمو كزام قزب فعلنو من نبري تكستو في مشهد قريب من حادثة الرجع بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 من أصحابه كان يطلق عليهم القراء لتعليم القرآن والدين لقبيلتي عض والقارة الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع كستت كتكست بوهالا سمنت بالدربو تشاتشون كاتو بوهالا هلتوشو بالدربو تشاتشو فكورس مكهيدون شهيد كهونو بوهالا ودى
عضل النكارة ودت سميه ولت جوساوج قرآن ميستمرون لاتشون سبب الدرجة تشون لا كل لاتشون قراء يبادلو حفاظ سلهم سلاسون جزء القرآن سكذا وقت درسي وردون القرآن بمنو يك أيبو يشمددو قراء وتشون لاتشون لازم عن قراء لك بعون وقت حفاظ ندمن لهم على ترى قاليكو حافظنا ندمن له قراء يبادلنا برا إن رسول صلى الله عليه وسلم قد ياو قيادة عند النجزي اجتهاد يا درجة هل اجتهاد يا درجة ونقدر لساكم لا يساكم يجلا لساكم لا يساكم يجلا بدر لا يتساكتوا لنا أحد لا حافف هننا راسو يشالو تشكروش بمنوراتشو كذابو هلا بنبرو كستتوش لا رجع لا التساكا لنم أوريدي لاستخبارات التلاكو وقلو تشاجلنا عدنا أهونم بيقروا معونا لايم تلك هنا كسارة لأكاتو مننو من كذي من الردو أيها الإخوة عند قيادة عند يهونن أكال يمي مرا أمرا يشالوني هال كاستخباراتو تشاجينيون بزمنو ينبرون بولتكا بدن باتنتو بقرانا بكين يانو نقروشن بدن بايتو يهونو الساني لاني درسا يهو الساني ውጤታማ ማለት ይሆን ይችላል ውጤታማ ላይሆን ይችላል ውጤታማ ከሆነ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሹክሪ ይወረዳል ውጤታማ ካልሆነ ደግሞ የጎደለን ነገር አለ ማስተካከል የሚገባን ነገር አለ ተብሎ እንዳድስ ያ ፌደሬቲያችንን ያ ክፍተታችንን እንዳድስ ስትራቴጂካሊ ተጠንቶ ለቀጣይ ነገር ይዘጋጃል ማለት ነው እንደ ቂያዳ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያህል ቃኢድ ጃለም አላስተናገደችም محا إليه ناتشو وحي يورد الله ناتشو بجبريل أما كاينت قايدين من درقو ناتشو رسول صلى الله عليه وسلم قل عندان دقزي اندي هاينت فيلاريتي وش عقاد تمالو لمن إن يام أمار سلمي قبان كندزي هاينت فيلاريتي وش معناتو رسول صلى الله عليه وسلم بأصحاب الرجعنا ببئر معونا بالدرق وشاتشو بزي منقر باياتو نورو من الباتن لعله أهل لاي فلسطين لا يمدرغو طورنتوش لا يمدرغو في الاريتيوش ليوني چلال يتم ماكر لا يتم بوتا لا حركة إسلامية يهونا وساني وسنو فيل بيادرغو من نسو اند في الاريتياتشو اند من اللي وسدي چلال مالتنو حاك كان نسو جانب اندال هنا تدرغو اللي وسدي چلال باعدام الإسلام زند ويمدمو ضعيف هنا إيمان باللاتشو زند مالتنو لكن سنة الله لا تتغير ولن تتغير بزي منقل رسول صلى الله عليه وسلم باجتهادات شو يهونا نساني وسنو لكن اجتهادات شو من الباطن بظاهر بنيا ايتا لك يالهو نبت منقلنا بزي منقل يتشودوا بتنم بوليتيكان يتشودوا بتنم منقل زي قال لنا يعلم مالتهم على كل حال النزي ولد قوساوج فاستعان هؤلاء ببني رعل وذكوان ولحيان النزي ولد قوساوج بنو رعلن ذكواننا لحيان أصحاب الرجعين يتفجفون أتشو نزيهن نياقزوا أتشو على الرقونا الذين غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر معونة وقتلوهم كلهم هلنهم قدروا أتشو شوف سبا حفاظوشن بأند جنبب أتقان مالتنا ومنهم حرام بن ملحال وعامر بن فهيرة رضي الله عنهما كنزي مهاكل نزيه لتنقى فاصحابه جدا يبدال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو في صلاته على القتلة الخائنين رسول صلى الله عليه وسلم يزينا بدرسات جوزي لبات جو درما بات أمني تقوى جود لأن دور تكتاتي بصلاتات جوز بأمس توقع الصلاة دعاء درقو بات جو جمار ما نترم دعاء يا كهون بفي تجري دعاء درجوا أهلكم رسول صلى الله عليه وسلم بتأم بركاتا تجروش درس باتشوال بتلي بس ساتشو personally بزوج تجروش درسوا باتشوال ببيت سبوا تاتشوا درسوا باتشوال ببال دربوا تاتشوا درسوا باتشوال نزي أسامة ما تشونا جرجنا لنا برا منا عندور تكتات هاي مولو بصلاة تاتشوا واستقلوا قنوت يكروا باتشوا نبرا ولا ربما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء دون تحريك جيش للثأر لأن الفرصة لم تكن متاحة لكن رسول صلى الله عليه وسلم سبا يمي درسو بالدربو سبا قطرات شو تحديدا سبا يهونو بالدربو تشاتشو ناتو كذيك أدم منو بالنود كاناتو أسر بالدربو تشاتشو ناتو سمانيا بالدربو تشاتشو ناتو قراء حفاظ يهونو تم مالتو
جن ب بكوتا بمعنى البنينت ب لك يعني بدر لاين نزه هنا قنفلوا عندما توت النزي مكاوية رسول صلى الله عليه وسلم جهاد على وجود لم دنا على وجود تجأباتو يعني اللي أرجو أي فكرة من برا سلزي مرة جات من برا باتو قدرتون بنم بمات إن برا باتو جاتشولا يالو استخبارات ويبدأوا يدهن الناس قدرتون بنم بمات إن برا باتو ساتو محا إلهينا تلب برا يالي خو وحي ورد الله تشوال كن مدراوي سببوشن بمولو دمو متنات على باتو هكذا ندزين ديهونو الله سبحانه وتعالى يفلق ونا بزان فتنة أسفة على من لسو من أبرا سأت بلو نورو المالتي إهين فلسطين لا يمنا ونقرنا بنقر عجو الله إهين كان زياد ركوب على الهب السعال لي غزة وندمو تشاكين يتوعدك وسلونا نسون بمسالي ما متعطين انكتي بزوم نايرك عجو فلسطين لا بيكارو كما نيو إسرائيل يتلايو تشكروشين تعرف سالج سيتو تشاكون سانات تشاكون دكامو تشاكون تجلالج حجابات تشون تجفالج قرصن بغرا محرابو درسي يهدش ترغاغتالج مقدسات تشاكون بمورو تاركسالج يي كلو نغر يدرسال زام زام نواريو يتلايو اصفاي ملاشوچون لمستت يموكر يهونال جن مبرمج بهونه منكن اندك يادا جن اصفال ستوم سنت عمتاچو اوريدي بماسفرارات بتلايو منغد እንትን ያደረጉ ኖሮዋል አድፍጦ ኖሮዋል ነው ከአንነው በቃ አንገታቸውን ቀና ያደርጋሉ ተብሎ በማይታሰብበት መልኩ ማለት ለምን ፍርሶው ገና ነው ድሉ ገና ነው እጃቸው ላይ ብዙ ነገር መታጠቃለባቸው እስራኤልን ይሃል ሃያል ይሆነች አሜሪካን የምትታረል ሃያል ሀገር አውሮፓያኖች በሙሉ ኩፍር በሙሉ የሚያገዛትን እቺን ሀገር እንዲሁ ዝም ብሎ በተወሰኑ ፍን በሚሞሉ ወታደሮችና ብዙ ቴክኖሎጂን ሳይታጠቁ በዚህ መንገድ መቅጠም ከባድ ነገር ነው ለኢንቲሃር የቀረበው ሳኒ ነው የሚሆነውና ለረጅም አመስ ይዘጋጁ ነው ማለት እነሆ ባለፈው እንግዲህ ከሁለት ቀን በፊት ኦክቶበር 7 ላይ የቁርስ ጎርፍ በባሉት እንትናቸው እስራኤልን ያንቀጠቀጧት ይገኛሉ በአንድ ግሯ አቆማት ይገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም غزواوچن بمولو من ادرگوال معناتنو بدن بادرگو امبوال معناتنو بدن بادرگو ياوقوتال معناتنو كيفلا هلو بي حماس وتادروچ بنگراچو لا حفاظ ناتشو حافظ للقران ناتشو مانم حافظ يالونه سو ينسو ابالا يهولمنا بزي لك نو لرج امامتات اندزا يتتكتقطو اندزا هاغراچون تكمتو انگتاچون ادفتو يقولون معناته ولانه لم يستخدم استراتيجيه الهجوم بعد الا بعد السنه الخامسه للهجره ولانه لم يريد تشتيت جبهاته وتكثير خصومه واعدائه الرسول صلى الله عليه وسلم بزي فتره لمن دنو تادا سبا يمدرسو سبا يهونو قراءوچاچون اتو باند جنبر ودو لمن دنو طورنت است يالگبوت يفجون يفجبرو طورنت است يالگبوت ቢባል ገና ነው አሁን ላይ ቢገቡ እንደገና ሌላ ሌሎች ባልደረቦቻቸውን ማጣት ነው የሚሆነው ስትራቴጂካሊ ጀብሃዎችን ማብዛት አይፈልጉም ምክንያቱም በግራም በቀኝም ያሰፈሰፉ ብዙ ጣላቶች አሉ ሳቸው ወደዚህ ጀብሃ ከከፈቱ ጦርነት ከከፈቱ በግራም በቀኝም የተለያዩ ጣላቶቻቸው ጦርነት ሊከፍቱባቸው ይችላሉ ብዙ ጣላቶች ስላሉባቸው ስለዚህ አሁን ወቅቱ አይደለም ባልደረቦቻቸው መጣናከር አለባቸው የሁድ ዘመቻ ብዙ ነገር አዳክሟቸዋል ስለዚህ በደንብ መፈርጠም ስላለባቸው አቅም ማጣናከር ስራ ላይ ነው የሰሩት ንዴታቸውን ቁጣቸውን ዋጥ አድርገው በደንብ ያቅም ግንባታ ላይ ነው የሰሩት ከዚያ በኋላ ነው ከአንድ አመት ዝግጅት በኋላ ከአምስተኛ አመት ሂጅሪያ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄንን ነገር አጽፋ ملاش يسدوت نو زتنኛው غزوه بني النضير يا بني النضر غزوه من يمسلال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان يهود بني النضير لم يتعلموا من درس خيانه يهود قينقاع وذلك يوم تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب اليهم
يطلب مساهمتهم الواجبة بحسب وثيقة المدينة في دية رجلين قتلهما أحد الصحابة خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم بنو النضرج كبنو قينوكاع كقينوكاع يهوديان وندموتشاتشو من ما يتمرت اندالاغينو درساتشو بنو قينوكاع كان بفيت بفتروت شجر مكنيان كمدينة إجلاء عند التدرج تنقاقرا نبرا الناس لا يعرفوا نبي ياوي بتر نعم قال يعرف يتشل على بلو على سبكو يلب لب تسبوع شوال إن تأمر على الرجو برسول صلى الله عليه وسلم لا رسول الله مجدل عسيره يوم يعد الرجوت يوم من الأيام يا رسول صلى الله عليه وسلم بعد الرباي هنا بس هتت عند هلت نسويش يقلا بس في دية رجلين قتلهما أحد الصحابة خطأ أيوة بس هتت هلت سويش يقلا إنجدي بس هتت قدي ياسي فسأم صحابو ሳይሆን የሚከፍለው የሀገሪቱ ነዋሪ ወይንም ቀቢላዎች ካሉት ቀቢላዎቹ ወይንም ደግሞ እሱ መስተዳደሩ ነው የሚከፍለው እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥም ይሄ ቡኑዶቻቸው ላይ ተጽፎ ያለ ነው ድሮ ገና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከአራት አመት በፊት መዲና ሲገቡ የተስማሙበት ስምምነት ነው በጋራ እንዲህ አይነት ችግሮች ከተፈጠሩ በጋራ ነው የሚከፍለው የሚል ስለዚህ ያንን ጉማ ሊሰበስቡ ከነሱም ሊሰበስቡ ሄዱ ማለት ነው ይሄ ሰሃባ የሚከፍለው ጉማ ማለት እንግዲህ ቀላል አይደለም 100 ግመል ነው የሚከፈለውና የተወሰነው ፓርት በስምምነታችን መሰረት ሸፍኑ ሊሉ ሄዱ አክብሯቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአካል ሊሄዱ ያንዴ ሊገሏቸው ከፍተኛ የሆነ ሲራ አሲረው ነበር ይህ ጉዳይ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረሳቸው ከዚያ فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم ديارهم وحرك شيئا من نخلهم لتخويفهم حتى اجبرهم على الجلاء والخروج من المدينه انجدي بنو النضر بنخل بتمرزاف يتكببوناچو زوريا بمولو تمرزاف تكبالج ان رسول صلى الله عليه وسلم الساچو اللي يغلواچو انذي بنو النضر يا بنو النضر يهودانوچ اندسمو هيدونا كببواچو معناتنو ከበባው ለረጅም ቀናቶች ቆይቷል ሶ እነሱ ምግባቸውንም መጠጣቸውንም አስቀምጠው ስለነበረ ቀስት ቢወረወርም አይደርስም ወደ እነሱ ምክንያቱም በተምር ስለተከበበች ትልቅ የሆነ መከላከያ አድርገው ነበር ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱል ሐሽር ላይ እንደነገረን አውቀጣቱ ሚሊነቲን አው ተረክቱሙሃ ይያለ ከፈለጋችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ ይያለ ቁርአን ላይ ስለ በኑ በነገራችን ሱረቱል ሐሽ ሱረቱ በኑ ነድር ይባታል የሲራ ምሁራኖች ማለት ነውና ስለ እነሱ ነው የምትዋራው እንግዲህ የተወሰኑትን የተምር ዛፎች ቆራረጡ የተወሰኑትንም ተዋቸው ዞሮ ዞሮ የተወሰኑ ቀናት በዛ መንገድ ካቆዩአቸው በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala رعب ከውስጣቸው እንግዲህ ፍርሃት እንዲነግስ አደረገ በዚያ መንገድ ኢጅላ አደረጓቸው ማለት ነው አሁንም كزي من دراجو لكو اندهيلو تدرغو مالتنا وفيهم نزلت سورة الحشر سورة الحشر سورة بنو نضر تبالا لشبيات شوالو الصاي ورددتو بالنسو مكنياتنا وهكذا هم اليهود لم يحفظوا عهودهم مع الأنبياء فهل سيحفظونها معنا انهو كنبيات وشقاي نبرات شون يقبو تنكال كدام النزي يهوديانوش لأكبرو الشالون አሁንስ ከኛ ጋር ያላቸው ቃል ኪዳን ያከብራሉን ስለ ፍልስጤም ነው የሚያወራው በነገራችሁ ላይ ዶክተር ሰዓድ በክር ሐፊዘሁላህ ወራአህ ያንዳንዱ እንትኑ ላይ አሁን ስለ በኑ እስራኤል ወይም ደግሞ ስለ እስራኤል መንግስት በደንብ ነው እንትኑ የሚያደርገው ምክንያቱም እነሱ ናቸው ኦሬዲ የሸርቁንና የገርቡን ጉዳይ ይዘው ሙስሊሞችን በዚህ መንገድ በሰቆቃ እንዲኖሩ ያደረጉ ያሉትና አሁንስ ከኛ ጋር ያላቸውን አህድ አስጠብቀው ይኖራሉ ወይ ነው በፍጹም አህዳቸውን እንደማይጠብቁ የተረጋገጠ ነገር ነው ለዛም ነው አሁን ላይ የቀሳም ወታደሮች በዚህ መንገድ በክብር ሸሂድ ብንሆን ይሻላል ብለው በዚህ መንገድ ጦርነት የከፈቱባት ማለት ነው ዘጠና አንደኛው ነጥብ አህዳቱ ኡኽራ ሌሎች የተከሰቱ ክስተቶችን እንመልከት حصلت في تلك الفتره احداث اخرى ومن ذلك بزي عمد وسط
የተለያዩ ክስተቶች ተከስተዋል። ከነዚህ መካከል አንኳሮቹ ግዝወቱ በድር ኢንሳኒያ ሁለተኛው የበድር ዘመቻ ተከስተዋል። የመጀመሪያው ያው መጀመሪያ ላይ የተከሰተው فقد توعد جيش المسلمين وجيش قريش على لقاء بعد غزوة أحد عند بئر بدر فجاء المسلمون وغاب المشركون وكان نصرا للمسلمين بالرعب كأحد زمتا بهالا ببدر منج بدر منجا يعني تشنفوا بتبوت علي مالتنا دقامين نجنا يميل قدرو بمكة ويان مكة كلنا ب አማኞች በሙእሚኖች በሰሃቦች መካከል ቀጠሮ ነበር። እዚያ ቦታ ላይ ሙእሚኖች ደርሰዋል ሰሃቦች ደርሰዋል። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚሉት መሲራተ ሸህር ሲቀር አላህ በጠላቶች ልብ ውስጥ መንቀጥቀጥን መርበድበድን ፍርሃትን ይለቃል እንዳሉት እነዚህ ሰዎች በፍርሃት ሊመለሱ ይችላል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስሊሞችን ረድቷል። ሌላኛው ክስተት ዘዋጅ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘይነብ بنت خزيمة رضي الله عنها በእናታችን ዘይነብ ኹዘይማ ጋር የተደረገ የጋብቻ ጥምረት በዚህ አመት ላይ ተደረገው። ሌላኛው ዘዋጅ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኡሙ ሰለማ ረዲየላሁ ዐንሃ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኡሙ ሰለማ ጋር ያደረጉትም የትዳር ጥምረት በዚህ አመት ነው። ሌላኛው ንዙሩ ተሽሪዒ ተህሪም الخمر خمر እንግሊዝ ከሆነ ሰዓት ድረስ ክልክል አልተደረገም ነበር በዚህ ወቅት ነበር ክልክል የተደረገው። ሌላው ተክሊፉ ዘይድ ኢብኑ ሳቢት بتعلم لغه اليهود በዚህን ወቅት ዘይድ ኢብኑ ሳቢት የይሁዳውያኖችን ቋንቋ እንዲማር የታዘዘበት ወቅት ነበር። በ16 ቀን በ15 ቀን አካባቢ ሙሉ ቋንቋቸውን ሊማር ችሏል። ምክንያቱም የይሁዶችን ቋንቋ ካላወቀን እንዴት ነው የነሱን ሴራልን መከት የምንችለው? ለዓለሁ ገዛ እስካሁን ድረስ በሂሳብ ውስጥ የቆየችው የነሱን ቋንቋ በሙሉ ለማወቅ ነው። ቋንቋ ማለት ይሄ የሚናገሩትን ቋንቋ ብቻ አይደለም፣ ፖለቲካቸውን ማወቅ ያስፈልጋል። አመለካከታቸውን ሳይኮሎጂያቸውን ማወቅ ያስፈልጋል። ወታደራዊ ዝግጅታቸውን ማወቅ ያስፈልጋል። አቅማቸውን ማወቅ ያስፈልጋል። ማአት ነገሮችን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዚያ በኋላ ነው በዛ ልክ ደግሞ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ካወቀን በኋላ ከዚያ በኋላ ነው ጸፋዊ ምላሽ ሊሰጥ የሚችለው። ስለዚህ ዘይድ ኢብኑ ሳቢት እነዚህ ይሁዳውያን ምን እንደሚያሰሩ ስላላወቁ የሳቸውን ቋንቋ ተማር ብለውት ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊማር ይችላል በዚህ አመት ውስጥ። وفي كل ذلك نلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على البناء والتواصل الاجتماعي حرصه على الدعوة والتعليم والجهاد ومتابعة التشريع. يقول له سيهون قدير رسول صلى الله عليه وسلم ما هبرا يقول داعتشو على كما هبرا سوتشاتشو كبتن يهون قدير من تعلاتشو يممر ما استمروا هيدا تعل جهاد بزيك التلوال وحيوم يوردن يتلايدن قاقيوش يمتونو يقول له نقر እንደቀጠለ ሆኖ እናገኛለን ማለት ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ سنመለስ አምስተኛው አመተ ሂጅራ ምን ክስተቶችን አዝሏል የሚለውን የምናይን የሚሆነው አሁንም ሳትርቁ ተጠብቁ። ተመልሰናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን من احداث واعمال السنه الخامسه للهجره አምስተኛው የአመተ ሂጅራ ላይ የተከሰቱ ክስተቶችን ደግሞ እንመለከታለን። 92ኛው ነጥብ ላይ ደርሰናል። غزوه الاحزاب وبني قريظه የአህዛب ዘመቻና የበኑ ቁረይዛ ዘመቻ ከይሁዳውያን የመጨረሻ የቀሩት በኑ ቁረይዛ ናቸው። በኑ ቀይኑቃ ተገላግለናቸዋል። በኑ ነድር ነበሩ ከዛ መስጀግሩት ተገላግለናል። አሁን በኑ ቁረይዛ ቀርተዋል። እነሱም ጋር የተደረገውን ዘመቻ እናያለን። في السنه الخامسه للهجره بدا عدد من زعماء يهود بني النضير بتاليب الناس على غزو مدينه الحبيب صلى الله عليه وسلم فاقنعوا اعداء النبي الكريم ودعوته بتشكيل جيش قوامه 10000 مقاتل لغزو المدينه وهؤلاء هم اذا الزراعه አምስተኛው አመተ ሂጅራ ላይ የተለያዩ የበኑ ነድር ይሁዳውያኖች ከዛም በዛም ሸሽተው ያሉ እንግዲህ በኑ ነድር ማአት ነገር ነው የሆነውና ያ እልህ ያለባቸው መዲናን 10000 የሚሆን ወታደርን ከመካውያን
ከተለያዩ ወገኖች እንመጣበታለን ከነዚህ ሁሉ የተሰባሰበ 10000 የሚሆን የበቃና የነቃ መታደር ይዘን መዲናን ሙሉ ለሙሉ እናፋ የሚል ከፍተኛ እንቅስቃሴ ጀመሩ በዚህም مشركو قريش وكانوا بزعامة أبي سفيان الذي أصبح زعيم لجيش الأحزاب كله منافق المدينة وكانوا يبثون الأراجيف من داخل المدينة يهود بني قريظة وقد كانوا يسكنون جانب من جنوب المدينة وشكلوا خطرا كبيرا على أمنها ولأجل ذلك بمجرد أن انتهت الغزوة جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه بغزو بني قريظة شوفوا እነማን ተሰባሰቡ መሰላችሁ? ኢማንን ለማጥፋት ሙእሚኖችን ለማጥፋት ሰሃቦቹን ከምድር ገጽ ለማጥፋት ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ሙሽሪኩ ቁረይሽ ናቸው። የቁረይሽ ሙሽሪኮች ናቸው መካውያን ናቸው። እነሱ በአቡ ሱፊያን መሪነት ያኔ አቡ ጀህል ከሞተ በኋላ መሪነቱን እሱ ወስዷል። በሱ መሪነት ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ በኋላ ላይ እንግዲህ ሰልማን እንደምታውቁት እነሱ አንድ ግንባር ኢብን መዲና ውስጥ ያሉ ሙናፊቆች ሙናፊቁን ወልሙናፊቃቱ بعضهم لبعض እነዚህ እርስ በራሳቸው ንፍቅናቸውን ይዘው ከይሁዳኖች ጋር የተመሳጠሩ ሙእሚኖችን ለማጥፋት የሚዶልቱት እነዚህ ሙናፊቆች የተለያዩ ሹሃቶችን መዲና ላይ በመልቀቅ የተለያዩ ችግሮች እንዲፈጠሩ የሚያደርጉት እነሱም ሌላ የስምምነት አካል ናቸው يهود بنو قريظة የበኑ ቁረይዛ የሁዲያኖች ደግሞ አሉ። እነሱ ደግሞ የመዲና የደቡብ የመዲናን አካባቢ የሚኖሩ ነበሩና በመዲና ዙሪያ ላይ ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ስጋት ሆነዋል። ከሆነ ጊዜ ወዲህ ማለት ማሻፈረን ይያሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሆነሽ ነገር በሆነ ግንባር ጦርነት ሲከፍቱ ከኋላ መተው የመተንኮፍና መዲና ላይ ያሉ ነዋሪዎችን የተለያዩ ችግሮችን የማድረስ በጣም ከፍተኛ ስጋት ሆነዋል። ስጋት የሆነቸውማ ምልክቱ ልክ የአህዛብ ዘመቻ እንዳለቀ ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጣና ወከለፈሁ ቢገዝዊ በኒ ቁረይዛ فذهب اليهم وهو اصحابه وعاقبهم بمشوره سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي حكم فيهم بان تقتل رجالهم وتصبى نساؤهم وذراريهم وتوزع اموالهم ከፍተኛ ችግር በመዲናና በነዋሪዎቿ ውስጥ ባሉ ነዋሪዎቿ ችግር እንደፈጠሩ ምናየው የአህዛብ ዘመቻ እንዳለቀ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ጦርነቱን ጨረስኩ ይብለው መሳሪያቸውን ባስቀመጡበት ሰዓት ላይ ጅብሪል ከተፋለ እንዴት መሳሪያህን ትጥላለህ እነዚህ በኑ ቁረይዛዎች እኮ ከፍተኛ ችግር አንተ አህዛብ ብለህ ዛጋ ከነዚህ ሁሉ ከ10000 ወታደር ጋር ስትፋለም በነበረበት በዚህ አስቸጋሪ ሰዓት ላይ ከጀርባኮ ሴቶቹን መዲና ላይ የቀሩ ህፃናቶችን እኮ ሲጨፈጭፉ ነበር ሲዶልቱ ነበርና እነሱን ሄደ ሰዓት አስይዛቸው አላቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ወታደራዊ ትእዛዝ አስተላለፉ በዚህ ወቅት ምን አሉ لا يصلين احدكم للعصر الا في بني قريظه አሉ አንዳችሁም በኑ ቁረይዛ ደርሶ እንጂ አስሩን እንዳይሰግዳሉ መርሃባኑ ሰሃቦች ትጥቃቸው እንዳለ ወደ በኑ ቁረይዛ ገሰገሱ ማለት ነው መሃል ላይ ያሉ አሱር ደረሰባቸው ከፊሎቹ ሰገዱ ኢነሰላት ካነት ኪታብ መቆታ በሚለው መሰረት ከፊሎቹ ደግሞ አይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኑ ቁረይዛ ደርሳችሁ ነው ሰገዱ ያሉ አንሰግድም አሱር ቢያልፈንም እሳቸው ደግሞ ሌላ ትእዛዝ አጥተውብናል እሳቸው ሙሸሪዓ ናቸው ትእዛዛቸውን እንቀበላለን አሉ በኋላ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሁለቱንም ተግባር አጽድቀው አልፈዋል። በዛ መሰረት በኑ ቁረይዛዎች አደብ እንዲይዙ ተደርገዋል ማለት ስለዚህ እነሱም ነበሩበት ማለት ነው የዚህ ዘመቻ አንድ አካል ነበሩ ይሄኛው በዚህ በኩል በሰሜን በኩል ሲገጥም እነሱ በደቡብ በኩል ምን እንዲያደርጉ እንዲወጓቸው ተደርጎ ነበር ሶስት አትሉ አራተኛ ቀቢለቱ ገጠፋን የገጠፋን ቀባኢሎችን በሙሉ ተሰባስበው ነበር ወቀት ሻረከት በሲተቲ አላፊ ሙቃቲ 6000 ወታደሮችን ያሰለፈችው ገጠፋን ነበረች ሙቃቲ لان اليهود وعدوهم بنصف ثمار وعدهم بنصف ثمار خيبر ان انتصروا في تلك الغزوه يوهوች 6000 ወታደሮችን ያሰለፉበት ምክንያት يهودያኖች የኸይበር ነዋሪዎች
እኛ ካሸነፍን የኸይበርን በጣም ለሚሆነች ናት ኸይበር የኸይበርን ግዛት ሲማር በአጠቃላይ ምርቱን ለሁለት እናካፍላቸዋለን ብለው ኢኮኖሚካል ስምምነት አድርገው ነበር በዚህ ምክንያት 6000 ወታደር ነው የላኩት لأجل ذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثلث ثمار المدينة كي يرجعوا عن قتاله فوافقوا رسول صلى الله عليه وسلم نكو بوليتيكين ياناتشو إهنن قماش نبرتاتشن ناكفلاتشو هالن عند التبارو سيسمو رسول صلى الله عليه وسلم من هذا الرقو يا مدينة ثمار ثلث عند سوستن يورن يدمو كمدينة يميوت عن مرت عند سوستينيون لن ننتا أسال أتشوها اللهم يهيدن ينسون ستوتا قشش شابرقونا نيقا تورنا توست أتقبار أتشو ليلا يتشال من الدرادر يعمل تولا أتشو مالتنا رسول صلى الله عليه وسلم فوافقوا مرحبا بلو تكبروا أياتشو لقد زمنوا عن نزي سواج انتن إياد الرقو يعلوت سمم من نتاتشو بمونا على جروفين حرم يونا بك أفا فلا يالنا كزاي تشع لغنزة بيزو يميمات أكال كالنا ما نتاتشو نشيط عنه لعاكي داتشو عدن لم يتوى قوانو لا هاقر عدشو عدن لم يتوى قوانو بك لغنزة ونو لدنيا وي تكما تكمنو كزاي تشع لتكم سيسد عدشو تواتشو من قرد لاي تواتشو مالتنو كزاي اسمن هونو قول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار زعماء الأنصار فاعترضوا على ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاتفاق مع غطفان وأوقفه يهك مهنم قاقن أنصار وچن سيامكب الرسول صلى الله عليه وسلم اندي عند سوستيان تنك ألقب الجيلة جوالو النسوم تسمامتوال من تلال لا تبلو سيامكب الرسول آي اندزاما آي هنم بلو ملس ستو أنصار وچ يو قريب زانيو يمدينا نواري وشانسوار ويسلونو حق أسلال الله شو مبتال الله شو زينة قال لها السابي مستد إهين هاساب وسدو رسول صلى الله عليه وسلم سمم منتو نسكياكو مدرسك منين سمم منت نبرا ورنخز يالمك بس سمم منت نبرا شو كزيا رسول صلى الله عليه وسلم إهين سمم منت كالله شو يساتشون بالربو سيم مدرك سلنا برباتو يساتشون هاساب مجزات سلنا برباتو رسول صلى الله عليه وسلم سمم منتون عقو موتا مالتون مرحبا الإجراءات النبوية المباركة نبي ياويو يا political ويمرقمو يزي كزي تورنت بفيت ينبرو هيدتوش مني مسلم نبي ياويو هيدتوش مالتون علم النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش الأحزاب قبل أسبوع تقريبا أحزاب اللمزمت يا أحزاب تورنة يميبالو مدينة اللمزمت يتزقاج تور اندالك سامنت بفي كرمو درسات شو من وصول ذلك الجيش المدينة مدينة كمدرسو بفيت يه تور كعند سامنت بفيت قد دايو درسات شو فاستشار أصحابه بالربو تشاتشون أما كروي الله ملك ريم بتشاتشون السنة يوصلوا من البرا ثم أخذ بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق عند نقطة ضعف المدينة في شمالها سلمان الفارسي كفارس هاجر نون نيمت أو فارسوش ديها ينت بتام كفتن يهونا يتور زمش هسيقات ما تشو يمسونا برا كتامان زوري وان يمسو عطار زلو بفارسو تشو زلو بما يشاقر وتترى جامعنتنا ونا إهن اللم دا قاراتشو نيا بهاجراتشو نديهن نادر قالن إنا يه عصرشي تور بنيا أنا سابه هنا قدر من كلك لو عيد الله منا بتأم دكم بمن اللي بتأكد أجا يمس على جونا تلك خندك رجمي هنا خندك ما مس على بيت يميل حسب أفلك سيدنا سلمان رضي الله عنه وأرضاه رسول صلى الله عليه وسلم يهنن حسب جستود طوله 5 كيلومتر رزمته 5 كيلومتر هنا خندق ونصف تقريبا 5.5 كيلومتر معناتنا يمي هنا نرزمان يالون قد يحسبوت 5 كيلومتر ركعت يالون ما ماس معناتنا حيث كانت محاطة بجبال من جهة الشرق والغرب
وجزء من الجنوب سوى موضع إقامة يهود بني قريظة هناك. انقدي ينني يادرغوت كشرقنا كغرب بكل بتراروج يتكببش نات مدينة مالتنا. وجزء من جنوب من الجنوب كجنوب يتوسنا كود دبو بكل يتوسنا تكبالش بتراروج سنسلتنا يتكببتشو. سوى موضع إقامة يهودي بني قريظة هناك بني قريظة كما تبت ينبرو بوتا سيكار مالتنا نزينوچو يسغاف قطنا على نبروم نو سو ازالاي اندي ما سادرغو نبي عليه الصلاه والسلام. وقد سام النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه في الحفر بزيه يا غدغاد مماس هيدت وسط الرسول صلى الله عليه وسلم تصادفوا الناس يايو على نبر ماسو يعني راساتشو بجاچو اكافانا دوما يزو مسوال مالتو. وأخذ يحفزهم وهم ينشدون ثم أخذ يبتهل إلى الله تعالى طالبا فرجه ونصره وبدأ يبث معاني التفاؤل والأمل فيهم والأمل فيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كبال دربو تشاتشوغا تنشيد يميرغو يتلايو أناشيدوچن يتلايو غدموچن يگتمو من يادرغو نبره بال دربو تشاتشون يانقاقو نبره مالتنو كزيام يهن يادرغونا اجاچون ودا سماي كف ادرغو ودا گيتاچو يمازنوا نبره الرسول صلى الله عليه وسلم يهنن سبسب اندا يطفاباچو گيتاچون يمازنوا نبره. وبدا يبث معاني التفاؤل والامل والامل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يهم كم هونو گا ازي چگر است اندهونو اياوقو گن نگا كنگا ودي قيصر يكفتاليلو نبره اهم قيصر سيكفتا يهون يلان أهون شام تكفت اللي ملا الرسول صلى الله عليه وسلم من مالتنا انقوان السيد اللم نزي سواج متى ونيان كمدر قص لياسو قدون نجا جنا كنا جودا دعواتين عدقو فافتو أببو رومن فرسن باتك علي بجاتين الناس قبالن إيانو يهونا وني كسك كسونا برماتي صحابوش وني اندين نساسا يادرغون ببر رسول صلى الله عليه وسلم. فبشرهم بفتح الشام وفارس واليمن شام فرس يمن عندما يكفتوا ينقروا عجوان. وأرسل حذيفة والزبير بن العوام رضي الله عنهما ليأتياه بخبر جيش الأحزاب في مهمة أمنية صعبة كبادي هنا على فنة الشك مواجو زبير بن العوام لنا حذيفة ودا النزي أحزاب طورنجوج سرقوا ديجا وادا رقواج نجده بنسو بماير ردواج وملكو نسو نمس بيهون با ايني نيسي بيجا كان نزي انتو نستقبتو مرجاوجين اندياوات وادا رقواج لك كهون غزاويان الله يتعبك عجو النزي المجاهدوج النسو عموكو كزتعين متر بتاج تقفروا لنجد إسرائيل بمولو غزا بمولو أطروان لج ودك 5 كيلو متر بلاي تدلك ببرات بشبو تاتروان يهين هلو نو نجد نيت ندقبو ما يتاوك مسكاون درس عالم كفتن يادر قاتي وستنو يعان لونا بزيا من قدنو عن طورنوتو ميتا كهيدا يعان لونا يعانين حزيفة النازوبير رضي الله عنهما يهين يتور كتنا السبرو እንዲገቡ ሙሂማት ሰጥቷቸዋል ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህ ሙሂማቸው ሊሞቱ ይችላሉ፣ ሸሂድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምንም ችግር የለውም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ተቀበለው ነው ያላቋቸው፣ እነሱም ይሄን ተቀበለው ነው ይሄዱት። ሙሂማቸውን ግን ፈጽመው ተመለሰዋል بفضله وكرمه ومنه والله سبحانه وتعالى ችሮታ ማለት ነው። ومع اشتداد الظلام والبرد والجوع بسبب الحصار المجرم على المدينه قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة وليمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه. انقديه يه كفتن يه هنا حصار كفتن يه هنا حصار يتدرج جو مدينة بتأم جزوف بهنا والتدر يعني تكلم أو بردو رحاب وتفرار كباجو يا رسول صلى الله عليه وسلم بعد ربوتشنا بس زي ما كان كل دمهم يعجبه شو نقدر سرق ميدرج በጣም እኮ ነው የሚደንቀው። ሰርግ አሁን በዚህ በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ አሁን ሰደቃ ማብላት ማለት እንዴት ነው? እንደው ለዛ ራሱ ጊዜ ማገኘት ማለት ነው። ግን እንደዚህ ነን እኛ ሙስሊሞች።
ዚጋ የሆነ ሙሂማ የተሰጠው አለ ዚጋ ሌላ ሙሂማ ያለው አለ ዛጋ ሌላ ሙሂማ ያለው አለ አስቡት እነ ሶፊያ ቢንት ሁይይ রাদিয়াল্লাহ عنها وارضها ደግሞ በዚህ በጀርባ ደግሞ በኑ ነድረሽ በኑ ቁረይዳዎች ጋር ደግሞ ሌላ ፊልም ያላችሁ አይዘ ላለማስፋት ነው ማላመጣው እዚህ ቦታ ላይ እና ሁሉም ሚናውን እየተወጣ ነው ማለት ነውና سيدنا جابر بن عبد الله ولي ما ادرغو صدقه ادرغو رسول صلى الله عليه وسلم يطرواچوال ودعا لها جيشه كله ساعتهم بتعالوا بمستر متو يطرواچو مكنياتهم تنش نغير ني ازغاچو رسول صلى الله عليه وسلم كن يال كله وتادر بمولو نو جابر زند صدقه طرتاچوال سرغ بلو بلو طرواچو وقد بارك الله في الوليمه فاكلوا منها ولم تنقص شيئا الله سبحانه وتعالى يجن وليمه يجن سرق الله بركه ادرغوت كلهم صحابش بتو منين نغير سايغودل تملسوا معناته ايهم لا الله سبحانه وتعالى كتسطاتشو كرامه عنده نو معناته يزاريون بروجرامين بزين لما اتناقق تجدجالهم سلا احزاب زمتشا جمرنا ونجي انخلصنو بكتاي كفل لاي سنغناي ከዚህ ቀጥለው ምን ተከሰቱ የሚሉ ነጥቦችን የማነሳ ነው የሚሆነው እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ዶንቱም ፊሪአይቲላህ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته